ودلوقتي يا بنات هنبدأ ننفذ نشاطنا على لام التعليل. ايه هو النشاط؟ ركزي بقى معايا كده، معايا الثنائي اسيل وجودي، هنتفق احنا الاثنين في اختيار صورة. المطلوب بقى مننا ايه؟ ان احنا نوظف الصورة اللي احنا اخترناها دي على عمل جملة بها لام تعليل. انت يا اسيل هتعملي لي جملة ما قبل لام التعليل، وانت يا جودي هتعملي لي جملة ما بعد لام التعليل. تمام كده فهمنا؟ اتفضلوا يلا اتفقوا في اختيار الصورة. اخترناها. اتفضلي يا اسيل، جملة ما قبل لام التعليل هتبقى ايه؟ يلا يا جودي اتفضلي جملة ما بعد لام التعليل. نكتب الواجب. برافو، ممتازين، نحييهم يا بنات. معانا الثنائي جنى وتاليا، اتفضلوا اتفقوا في اختيار صورة. اتفقنا؟ اتفضلي يلا يا جنى، جملة ما قبل لام التعليل موظفينها على الصورة دي. احضرت الفرشاة. تمام. تاليا جملة ما بعد لام التعليل هتبقى ايه؟ لأغسل أسناني. برافو، ممتازين، نحييهم يا بنات. معانا ثنائي آخر، جودي وتالا، اتفضلوا اتفقوا في اختيار صورة من الصور دي. تمام. مطلوب منك ايه بقى يا جودي؟ عاوزة جملة ما قبل لام التعليل. تالا جملة ما بعد لام التعليل. برافو، ممتازين، نحييهم يا بنات. معايا الثنائي اسيل واسراء، اتفقوا انتوا الاثنين في اختيار صورة من الصور دي. اتفقنا كده؟ تمام. اسيل عايزة منك جملة ما قبل لام التعليل. اشتريت الفانوس. اسراء عايزة منك جملة ما بعد لام التعليل. احتفلوا برمضان. برافو، ممتازين، نحييهم يا بنات. معانا الثنائي ديما وجنى، اتفضلوا انتوا الاثنين اتفقوا في اختيار صورة من الصور دي. اتفقنا؟ تمام. يلا يا ديما، عايزة منك جملة ما قبل لام التعليل. ممكن نعلي صوتنا شوية؟ يلا يا جنى، جملة ما بعد لام التعليل. لأفتح الباب. برافو، ممتازين يا بنات، نحييهم يا بنات. معانا الثنائي ديما واروى، اتفقوا في اختيار صورة من الصور دي. اتفقنا؟ عايزة منك يا ديما جملة ما قبل لام التعليل. حضرت المشطة. اروى جملة ما بعد لام التعليل. ومشيتها شعر. برافو، ممتازين يا بنات، نحييهم يا بنات. معانا الثنائي اسيل ودارين، ممكن يا اسيل توظفي الصورة اللي قدامك دي في عمل جملة ما قبل لام التعليل؟ ذهبت الى الاهرامات. برافو عليكي. دارين جملة ما بعد لام التعليل ممكن تبقى ايه؟ لاركب الجمل. برافو، ممتازين، نحييهم يا بنات.